أعزائي المتابعين القناة حليم زين سات بوان تي في، مرحبا بكم مباشرة من بارك دو دوفا. معايا الصديق الحميم والأخ العزيز حمزة كريم. تنشكرو السي حليم على هاد المجهودات اللي تيقوم بها، وحنا تنشكرو وتنجددو الترحاب للجمهور العزيز اللي تيساند السي حليم في هاد الفلوق هذا. حنا مازال في هاد البارك تنتظرو بعد دقائق، حوالي 10 دقائق أو 5 دقائق لابتداء العرض. احنا مع مخيم البنك الشعبي، ترحبوا بالجميع ومشاهده شيقه. دائما في اجواء رائعه وجميله في هذه الصبحيه. نائما مع الدوفا. شحال كاين من دوفا؟ كاينين جوج ديال الدلافين، كاين اسد البحر، كاين الفقمه، كاين بزاف العروض شيقه في هاد الدوفا اللي تيتواجد في اكادير. وهذا المسبح، هذا اول، هذا ثاني مسبح تنقولوا ديال الدوفا اللي كان في المغرب، كان واحد في طنجه، وهذا تيتواجد في مدينه اكادير. نحن مع البنك الشعبي في هاد الحفل الجميل وهذا العرض اللي هو تيساند الجميع. شكرا حمزه كريم، يا تدي شي دوفان تشوي. اوه ما كرهناش عليك الحوت. اللي بغى يجي لهنا راه الدخله دايره 150 درهم بالنسبه لي زادولت، و 120 درهم بالنسبه لي زونفون ديالهم. واللي بغى يتصور 150 درهم، واللي بغى يعوم مع الدوفان عنده واحد لو بري تاعو شويه طالع. مي تتبقى دائما تجربه كاول مره ديرها، تيبقى هذا العرض شيق وجميل ورائع.